وتبدأ انطلاقة جديدة مع مجموعة جديدة من البكار اللقاية. هذه الانطلاقة وهذا شعار باللفجة على المقدمة، وهذه بنت الباز على مقدمة الشوط، والملكية لهادي بسالم باللفجة المري مع المركز الأول، تليها تذكار صالح بن مسلم بن عقيل المري مع المركز الثاني والمركز الثالث. هذه هملولة على المركز الثالث، وهذا شعار محمد بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الرابع، هذه الفارسة على المركز الرابع، وهذا محمد بن سالم بن فاتوح على المركز الرابع وخامس المراكز تحمل الرقم واحد، وهذه كنز جار الله بن جهويل المري. يا سلام، هذه الأسماء على حضراتكم أيها الإخوة المتابعون في كل مكان في هذا التحدي في هذا اليوم الخاص باللقاية مع هذه الأسماء الجديدة وظهورها بعد سباق الشحانية ومهرجان الشحانية الذي انطلق في الأسبوع ما قبل الماضي قبل العيد. استمتعنا مع ستة أيام مميزة. راشد بن حمد بن زفن العفاري، يا سلام بن شريف، انطلق بن شريف، انطلق بن شريف، يا سلام أهالي بشاير. وهذه عجب 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 على المقدمة، عجب راشد بن طالب بن شريف المري مع المقدمة مع الصدارة مع الناموس الأول، ينطلق ويندفع يندفع في هذه اللحظة مع وجود عجب على المركز الأول وعلى الصدارة وعلى المرتبة الأولى. أهنيه الناموس. وهذه كنز بن جهويل على المركز الثاني، والله رشحت كنز، رشحت كنز وهنا وصلت بالمركز الثاني، ولكن الناموس مع راشد بن طالب بن شريم المري. يهنيك يا أبو طالب الناموس، فوز عجب بالمركز الأول، كنز على المركز الثاني، جار الله بن جهويل المري المركز الثالث، أمواج رياض بن ثامر السعدون المركز الرابع مصيحة. المركز الرابع السمرية فهد أبو برجس المري، المركز الخامس إذن المركز الرابع هذه مصيحة تحمل الرقم 18، مو بواضح الرقم لكن مصيحة من واقع الشعار سالم بن علي الصحاق المري المركز الخامس. وصلت بالمركز الخامس هملولة التي قادت الأسماء منذ المقدمة حتى الـ200 متر الأخيرة، وهنا محمد بن سلطان بن رشيد السويدي الفائز بالمركز الخامس. هذه عجب، توقيتها الزمني 6 دقائق 10 ثواني، 34 جزءا من الثانية توقيت عجب. أهني راشد بن طالب بن شريم المري على هذا الفوز، بينما المركز الثاني كنز على المركز الثاني، توقيتها الزمني 6 دقائق 11 ثانية، 32 جزءا من الثانية. وهنيك بن جهويل على هذا الفوز. المركز الثالث مصيحة المركز الثالث أمواج رياض بن ثامر السعدون أحد أبناء المملكة العربية السعودية، توقيتها